بدنا ننتقل إلى محافظة مادبا اللي معروفة بأنها واحدة من أهم المناطق السياحية في المملكة، وذلك طبعا للحضارة والتاريخ القديم. بالإضافة إلى ذلك، مادبا تعتبر من الأماكن المميزة بوجود فنون مثل الفسيفساء على سبيل المثال، والكثير من الاستثمارات في داخل مادبا. لكن مع وجود هذه المقومات ومع وجود أيضا مقومات الزراعة، ما زال الفقر يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للمواطنين في محافظة مادبا. بدنا نتناقش بالتفاصيل حول هذا الموضوع، لكن بالبداية بدنا نسمع أكثر من مراسلنا صالح الفرجات، وأيضا تفاصيل من قبل المواطنين وشهاداتهم. مساعدة الفقراء والمحتاجين في مادبا تقف عليها أكثر من 12 جهة تقدم مساعدات مالية وعينية وتأهيلية يسعى القائمون عليها لتخفيف وطأة الفقر لآلاف من الأسر والأيتام. أكثر هذه الجهات إنفاقا هي مجلس المحافظة من خلال برنامج تدريب وتأهيل العاطلين عن العمل في مادبا، من خلال تقديم دورات تدريب على حرفة صناعة الفسيفساء. مجلس المحافظة قدروا خلال فترة بسيطة على امتداد فترة المجلس أنه بيبعث لنا طلاب تقريبا من 600 إلى 800 طالب خلال فترة المجلس كاملة، أهلناهم وأخذوا شهادة الدبلوم، وطبعا مغطيين كامل منح من مجلس المحافظة، استطاعوا من خلالها أن يكملوا دراسات جامعية أو يفتحوا مشاغل أو يأمنوا فرص عمل. لكن هناك أسرا بعضها لا يتلقى أي نوع من الدعم، وبعضها يتلقى مبالغ رمزية لا تكاد تكفي أثمانا للعلاج. بالنسبة لموضوع يعني الفقر عندنا في البيت، أنا عندي حاجتي نسبة عجز عندها 75%، تعاني من عدة أمراض مختلفة. إحنا 5 أنفار داخل البيت، ما في أي دخل رسمي، أي دخل رسمي إلها بالمرة، غير 45 دينار من صندوق المؤونة الوطنية، هذول رايحات إلهم لأدوية فقط. عندي قيمة الأدوية ما تقارب فوق 90 و100 دينار، من استثناء الإبر الخارجية اللي بنجيبها كمان. وضع البيت يعني زي ما قلوها، إذا اشتغلت أنا هنا أكلت، ما اشتغلت ما أكلنا. وشغلة ثانية يعني في البيت أمي مرة غير قادرة على أني أقدر أتركها كل يوم. شايف أنت كيف ظروفنا، ما في يعني، وجوزي ما يشتغل، والدار يعني إيش بدي أقول. كم واحد أنتوا أسرة، قديش عددكم؟ إحنا 11. مستحيل أكثر. مين أنتوا 11؟ كيف عايشين مع بعض؟ أنا وجوزي وولادي وخواتي، أختي أرملة وأختي ثانية عايشين بالدار. طيب كيف تصرفوا؟ منين بيجي كل المصاريف والأكل والشرب؟ والله ما في، على الله. إن مصاري راتب هذا لا ما في والله. طيب تأخذوا من التنمية الاجتماعية ومن صندوق المعونة الوطنية إشي؟ لا لا والله ما نأخذ لا من المعونة ولا شيء. طيب هذا البيت لمين عفوا؟ هذا البيت لأبوي، أمه توفت وسكننا فيه. هذه الأسر التي جلدتها صياط الفقر لم تحظى بأي مساعدة من الجهات 12 التي تقدم المساعدات، وأولها التنمية وصندوق المعونة الوطنية. وهنا يبرز السؤال الأهم، كيف يصنف الفقر؟ ومن هم في دائرته؟ ومن هي الجهة التي يجب أن تضع قاعدة بيانات الفقراء في مأدبة والأردن لتوجيه المساعدات لهم؟ وأين المشاريع التنموية التي من شأنها أن تسهم بتشغيل الفقراء للوصول إلى اكتفاء ذاتي؟ لمناقشة هذا الملف، بداية نرحب بضيفنا الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية السيد برق الدمور، وأيضا سينضم إلينا مراسلنا صالح الفرجات من مادبا، وأيضا مع ضيفه هناك. نرحب بك صالح. بداية يعني أنت ختمت التقرير بالأسئلة، ما هو الفقر؟ من هي الجهة التي تستطيع أن تضع المعايير لمن هو فقير ومن هو غير فقير؟ وأيضا من الذي يدعم الفقراء في محافظة مادبا؟ اسمح لي بالبداية، يعني من خلال إعدادك لهذا التقرير، هل هناك أي إحصائيات أو أي أرقام عن نسبة الفقر في مادبا؟
نعم رانيا، دعيني أولا أوضح من هذا المكان الذي أقف به في منطقة غرب مادبة، والذي كان موئلا لزراعة الحنطة والشعير، والذي كان مصدر لتزويد مادبة وعديد من المدن الأردنية بأهم الموارد الغذائية وهي القمح والشعير. طالها اليوم الامتداد العمراني، ما أدى إلى تراجع العمل في قطاع الزراعة، وكذلك كان هناك أرقام أو معلومات من الزراعة حول تراجع نسبة الزراعة في مادبة في العشر سنوات الأخيرة بسبب شح المصادر المائية والهطول المطري، ما أدى أيضا إلى عدم اعتماد الناس على العمل في قطاع الزراعة. هذا فاقم مشكلة الفقر والبطالة في مادبة. حقيقة تجولنا أثناء إعداد التقرير في محافظة مادبة، التقينا بالعديد من الأسر التي أحجمت عن الظهور على الشاشة. كان وضعها لا أستطيع وصفها إلا أن أقول إنها تحت مستوى خط الفقر، تعيش في بعض البيوت التي لا تصلح أن تأوي أجلكم الله حتى الحيوانات. إحدى هذه الأسر التقيناها في مدينة مادبة كما أشرنا في التقرير، ليس لها معيل، تتقاضى ربة الأسرة 40 دينار من التنمية الاجتماعية، وتنفق 40 دينار على أدوية وعلاجات شهرية، حسب ما أفاد ابنها إنها تفوق 90 دينار. إضافة إلى أنه الأسرة الأخرى كانت في منزل يأوي 11 نفر، طبعا منزل متهالك يفتقر لأبسط مقومات الحياة. لكن اليوم معي ضيفي الناطق الإعلامي باسم مجلس محافظة مادبة السيد أيمن أبو تينا، وهم يعني جهة من الجهات الاثنى عشر التي تنفق على التنمية والفقراء في مادبة. سأوجه بعض الأسئلة للأخ أيمن حتى نقف على أبرز المشاكل أو الحلول التي قد تسهم في التقليل من حجم الفقر والبطالة معا. أخ أيمن، الله مسيك بالخير. مسيك بالخير سيدي، وأهلا وسهلا فيك بمحافظة مادبة أنت وجميع المشاهدين، وشكرا لقناة الرؤية على هذا اللقاء. بداية، ما هي أوجه الإنفاق اللي بتبناها مجلس المحافظة فيما يتعلق بمكافحة الفقر والبطالة والتنمية بشكل عام؟ سيدي الكريم، بداية مجلس محافظة مادبة منذ استلامه مهامه ارتأى أنه يشتغل على موضوع الفقر والبطالة من خلال توجيه بعض المشاريع للإنفاق على هاي الأسر الفقيرة من خلال مشاريع تنوعت. قبل ما أدخل بهذه المشاريع أحب أنوه أنه أنت بتعرف أنه محافظة مادبة هي مدينة ذات طابع اليوم سياحي. المجلس المحافظ انتبه لهي يعني الأشياء، وأنفقنا بعض أموال الميزانية في جهات سياحية تدعم تشغيل أبناء مناطق محافظة مادبة ككل. طبعا احنا في أهم مشروع قمنا فيه اللي هو تدريس طلاب محافظة مادبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة بمعهد تدريب فسيفساء مادبة، بأهلهم يحصلوا على شهادة الدبلوم الشامل، بأهلهم لسوق الفسيفساء. ونحن بنعرف أنه مدينة مادبة هي المدينة الأولى على مستوى العالم بالفسيفساء. قمنا بتشغيل كمان أيضا وتدريب ما لا يقل عن 3,000 أو 4,000 شاب بمحافظة مادبة وشابة ومن مختلف الأعمار للحقيقة على مشروع الفسيفساء والتدريب على هاي الحرفة. وإحنا اليوم يعني بشارع السياحة وبعدة مناطق بمحافظة مادبة بإمكانك سيد الكريم التجول ومشاهدة الأثر اللي فعلا بين على بعض المتدربين واللي استفادوا من هذا فتحوا فيها أسر. أيضا قام مجلس محافظة مادبة بطرح مشاريع لتمكين المرأة وتمكين الشباب بمحافظة مادبة القصبة وبلي وأذيبان من خلال مشاريع إما زراعية وإما تشغيلية، من خلال إيجاد بعض
المشاريع اللي خلينا نحكي بتعتمد على الزراعة، ومع العلم أنه أنت كمان احنا بنعرف أنه مادبة بالأصل هي مدينة زراعية. نعم صحيح. ولكن للأمانة كمان شح المياه الأمطار ساهم وخفف من الدعم الزراعي من خلال مجلس محافظة مادبة للمزارعين. ناهيك عن الكلف التشغيلية اللي قاعد بيعاني منها اليوم المزارع. أخي الكريم، سؤالي اليوم في ظل وجود يعني مادبة تمتاز بأنها سياحية بامتياز وزراعية، أنا أعلم أن قطاع السياحة يوفر نحو 700 فرصة عمل، وكذلك في المدينة الصناعية في مادبة فيها حجم استثمار يتجاوز 30 مليون دينار وتوفر ما يزيد عن 1000 فرصة عمل حسب أرقام حصلنا عليها سابقا. اليوم وين دور مجلس المحافظة في إقامة مشاريع تنموية مستدامة توفر فرص عمل وتسهم في تخفيف حدة الفقر؟ أي بمعنى بدل أن كما يقول مثل خير من أن تعطيني سمكة علمني كيف أصطادها، أين دور المحافظ مجلس المحافظة في إقامة مثل هكذا مشاريع لو سمحت؟ مجلس محافظة مادبة سعى جاهدا لإيجاد فرص استثمارية وتنموية لتشغيل أبناء محافظة مادبة، وما زلنا فاتحين أذرعنا لكل الجهات الاستثمارية اللي ممكن أنها تساهم معنا في إيجاد فرص عمل من خلال إنشاء مصانع أو إنشاء أي جهات تدعم فرص تشغيلية للشباب بالتعاون طبعا مع البلديات. أنا لا أخفيك أنه جمود القرارات، جمود حصول مجالس محافظة المحافظات بشكل عام حتى وليس مجلس محافظة مادبة على فقط اللي هو الإقرار، وأنا لا أملك يعني صراحة إمكانية أني أنا أقدر أشغل، فيريت إحنا يكون في عنا إشي يساهم في هذا الشيء وإحنا جاهزين. أشكرك. رانيا، هذا ما لدي للحظة، أترك الكلمة لك ولضيوفك في الاستوديو لإتمام الموضوع. نعم صالح، أنت كرمت يعني ابقى معنا لحتى نستمع إلى الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية سيد برق الدمور، والسؤال هل من الممكن تشخيص حالة الفقر اليوم في محافظة مادبة؟ مساء الخير أختي الفاضلة لك ولكافة المشاهدي قناة رؤيا، وتحياتي للزملاء المتحدثين من مادبة. حقيقة كما تعلم أختي الفاضلة بأن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بدور رئيسي في مجال الرعاية وفي مجال التنمية. موضوع تشخيص الفقر ودراسات الفقر وتحديد المناطق الأكثر فقرا هو من اختصاص دائرة الإحصاءات العامة، وقامت دائرة الإحصاءات العامة بعمل مسح ميداني خلال السنة الماضية 23، وعملت مسح إحصائي أيضا في عام 2018. وبخصوص يعني مسح 23 ننتظر يعني في نتائجه ليكون يعني لدى الوزارة رؤية متكاملة عن جيوب الفقر ونسب الفقر المختلفة في كافة مناطق المملكة. بخصوص يعني منطقة مادبة، بالتأكيد طبعا يوجد عدد من الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية، وهذا اختصاص صندوق المعونة الوطنية، يعني بالإمكان العودة إلى الصندوق وأخذ الأرقام بالتفصيل أنه كم يبلغ عدد الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية في مادبة. ما أود التنويه له أنه صندوق المعونة برنامجه يعني باستمرار فاتح وموجود يعني لمن يرغب بالتقدم بطلب للحصول على مساعدة، ومؤشرات الفقر تدرس ب 57 مؤشر تقريبا، وتحدد الأسر الأشد فقرا والأكثر استحقاقا للمعونة. هذا الجانب يعني تستطيع عطوفة مديرة صندوق المعونة الوطنية الإجابة عنه بشكل تفصيلي أكثر، ولكن بحكم اطلاعنا على هذا الموضوع يعني أجبنا بما يتعلق بالمساعدات الدورية النقدية اللي يعني توجه للأسر في كافة مناطق المملكة ومنها طبعا منطقة مادبة. تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بدور في مجال المساعدات العينية وتوزيع المبادرات الملكية السامية بمناسبة عيد ميلاد جلالة سيدنا وبمناسبة أيضا شهر رمضان المبارك. تقوم الوزارة بهذا الدور وضمن معادلة استهداف مبينة وواضحة تتوفر لدى مديريات التنمية في مادبة، مديرية مادبة ومديرية ديبان، وتوزيع هذه المساعدات على مستحقيها بالإضافة إلى
ما تقوم الوزارة أيضا بتوزيعه خلال العام، ومنه في شهر رمضان من قسائم شرائية وطرود غذائية على المتقدمين بطلبات. نعم سيد برق، بالإضافة إلى ذلك، هل يوجد مشاريع تنموية معينة تتبناها الوزارة في داخل محافظة مادبا على سبيل المثال؟ نعم سيدتي، يعني المشاريع التنموية تقوم الوزارة يعني بإدارة مشروع الواحة في مراكز تنمية المجتمع المحلي، وهذا المشروع تستفيد منه سيدات المجتمع المحلي سواء بتوفير فرص عمل أو بالتدريب على بعض المهن مثل مهنة الخياطة، مهن التجميل والمهن الأخرى التي يتطلبها المجتمع المحلي. يتوفر أيضا لدى الوزارة مشروع الأسر المنتجة، وهذا يعني برنامج الأسر المنتجة برنامج هام جدا جدا في المسار التنموي، حيث تقوم الوزارة بتقديم القروض بدون أي نوع من الفوائد أو الرسوم على هذه القروض للأسر التي تنطبق عليها التعليمات وتكون تحت خط فقرها، وذلك من أجل مصادر دخل، توفير مصادر دخل إضافية للأسر وتوفير فرص للعاطلين عن العمل. وهذا البرنامج يعني بالإمكان التقدم له عبر مديريات التنمية الاجتماعية في يعني في المديريات في المحافظات المختلفة، ومنها مديرية مادبا ومديرية ديبان. نعم، ومن نصيب يعني كل من يعيش من مادبا حتى في مادبا، حتى وإن تحدثنا عن الأطراف والأماكن الأقل تهميشا، هل هناك مشاريع تبدأ من هناك أو لها مقرات؟ هو مثل ما تحدثت لك ستي، هي ضمن برامج وزارة التنمية الاجتماعية المتعلقة بتقديم القروض أو مشاريعنا في مراكز تنمية المجتمع المحلي. يعني من الجدير بالذكر أنه أيضا نتعاون مع مجلس المحافظة اللامركزية في يعني عدد من البرامج والمشاريع، حيث قاموا يعني مشكورين بتخصيص جزء من الموازنة الرأسمالية لمحافظة مادبا جزء للقطاع التنموي، تمثل في بند الإغاثة والطوارئ في منطقة مادبا وفي منطقة ديبان ماعين الفيصلية، وفروا يعني خلال هذا العام مبلغ 41,000 ومبلغ أيضا 45,000 لموضوع الإغاثة والطوارئ، وهذه المبالغ يعني توزع ضمن معادلة الاستهداف التي يعني تديرها وزارة التنمية الاجتماعية. أيضا هناك أيضا مخصص لإنشاء وصيانة مساكن الأسر الفقيرة في محافظة مادبا، حيث أن هذا البند يعني أصبح على موازنة الوزارة، يخصص من قبل مجالس اللامركزية في كافة المحافظات. قاموا أيضا الأخوة في يعني مجلس اللامركزية بتخصيص مبلغ 116,000 هذا العام لإنشاء وصيانة مساكن الأسر الفقيرة في مادبا. نعم، كل الشكر للأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية السيد برق الضمور، كنت معنا عبر الهاتف. ونعود مباشرة إلى مراسلنا صالح الفرجات. يعني استمعنا إلى الخطط التنموية من وزارة التنمية الاجتماعية، واستمعنا أيضا على ما هي الجهود التي يقومون بها في محافظة مادبا من اطلاعك أيضا. يعني هل هذه المشاريع قد تكون كافية أم أن نحن بحاجة إلى مشاريع أكثر جذرية؟ ما هي مطالب المواطنين التي كنت تستمع لها بالرغم من وجود هذا الدعم من هنا وهناك؟ نعم رانيا، بالتأكيد كان للمواطنين التقيناهم آراء متعددة، وأهمها هي توحيد الجهات التي تقوم على تقديم المساعدات سواء العينية أو المادية للمواطنين في محافظة مادبا، وعددها أكثر من 12 جهة. كان السؤال الأبرز، لماذا لا تكون هذه الجهة تحت مظلة واحدة تنظم عملها سواء لتحقيق العدالة في توزيع الموارد المالية التي توزع، أو إقامة مشاريع تنموية تكون ذات جدوى اقتصادية وتحقق الاستدامة وتوفر فرص عمل، ومن الدخل المتآتي من هذه المشاريع أن توزع على الأسر الفقيرة، بمعنى أن تخفف حتى الأعباء والأحمال على الجهات المانحة مثل وزارة التنمية
أو صندوق المعونة الوطنية. كان هذا أبرز مقترحات أو مطالب المواطنين، أي بمعنى أنه لا يصح أن يستمر أو يبقى المواطن يتلقى المساعدات دون إيجاد حلول لانتشاله من مستنقع الفقر الذي طال العديد من الأسر. وحسب يعني أرقام وصلتني من عدة جهات أن هناك آلاف الأسر تعاني من الفقر، سيما وأن التصنيفات للأسر التي تنطوي تحت مظلة الفقر دخولها دون 500 أو 600 دينار، فما بالك من ليس لهم دخول إطلاقا أو أن دخلهم لا يتجاوز 200 أو 300 دينار أو لا يتحقق لهم أي مداخيل مادية. نعم، هذا كل ما لدي رانيا. نعم، كل شكر لك صالح. يعني فتحنا ملف الفقر في مادبة، وأيضا يعني رح يكون في عنا تقرير خاص من كل محافظة لحتى نعرف أكثر أيضا عن المشاريع التنموية في داخل المحافظات تحديدا فيما يخص موضوع الفقر، ومن ثم سنقوم بحلقة خاصة من 12 محافظة لحتى نعرف أكثر نسب الفقر في المملكة وأيضا الحلول، حتى وإن كان هناك حلول على طريق القضاء على الفقر نهائيا في الأردن.